السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم معنا المحاضرة السادسة والمحاضرة الأخيرة من كورس Drilling Fluid Engineering Lab. طبعا الخاصية اليوم اللي حنتكلم عليها هي الـ pH Level. طبعا تعتبر الـ pH Level أحد أهم الخواص الخاصة بسائل الحفر، وطبعا هي الخاصية التي تتحكم في حامضية وقاعدية سائل الحفر. والهدف الرئيسي من هذه الخاصية هو لمنع حدوث التآكل في التيوبينج والكيسينج أثناء القيام بعملية الحفر، وذلك لأن قيمة الـ pH الخاصة بالماء هي 7، وهي تمثل القيمة المتعادلة، وذلك لأن الـ pH هو عبارة عن مقياس من 0 إلى عند 14. عندما تكون القيمة محصورة ما بين 0 و7 فهو يكون حامضي، وعندما تكون محصورة بين 7 و14 فهو يكون قاعدي، وعندما تكون 7 فهو يكون متعادل. لهذا فإن حيود هذه القيمة عن القيمة المتعادلة يؤدي إلى حدوث عملية التآكل. لهذا يجب أن تكون قيمة الدريجمان في الحد المسموح به، وذلك لمنع حدوث عملية التآكل. نبدأ الآن على بركة الله بالنظرية الخاصة بحساب الـ pH level. كما أشرنا سابقا فإن الأهمية الرئيسية لحساب قيمة الـ pH تتمثل في تأثير الـ pH على solubility، وهي تمثل ذوبانية المواد العضوية الموجودة في سائل الحفر. وطبعا هذه المواد قد تؤدي إلى حدوث عملية الكوروجين، وهي عملية التآكل. لهذا يتم قياس قيمة الـ pH level والتحكم في هذه القيمة، وذلك لمنع حدوث عملية التآكل. وكما نعرف بأنه يوجد العديد من أنواع سائل الحفر، مثل الـ Water Based Mud والـ Oil Based Mud، وأهم أنواع التي يجب قياس pH لها هو الـ Water Based Mud، وذلك لأنه يحتوي على الماء. وكما أشرنا سابقا في أن الحمضية والقاعدية الخاصة بسائل الحفر يتم قياسها على مقياس يتراوح ما بين 0 إلى 14 كما أشرنا سابقا. وطبعا يتم استغلال الأس الهيدروجيني الخاص بسائل الحفر، وخصوصا تركيز الهيدروجين الموجود في الدريلينج مود، وخصوصا الور بيس مود، كالتالي حيث ان pH يساوي ناقص لوج 10 مرفوعا لأس H، وهو يمثل تركيز الأس الهيدروجيني. والجهاز المستعمل لقياس الـ pH ليفل يعرف بـ الـ pH متر. نأتي الآن إلى الخطوات الخاصة بهذه التجربة. وكما أشرنا سابقا في جميع التجارب فإنه لاستعمال أي جهاز يجب أولا معايرته، وذلك للتأكد من صحة القراءات، وتتم عملية المعايرة وذلك باستعمال الماء. فعندما يتم وضع الإلكترود الخاص بالجهاز في كوب من الماء يجب أن تكون القراءة حوالي 7، وذلك بالأخذ في عين الاعتبار أن الماء موجود في درجة حرارة الغرفة، وأنه لا يحتوي على أي أملاح دائبة أو أي شوائب أخرى. وبعدها نقوم بإزالة هذا الإلكترود الخاص بالجهاز، ومن ثم نقوم بوضع في سائل الحفر المراد قياس الـ pH الخاصة به. نبدأ الآن بتجربة قياس الـ pH الخاصة بسائل الحفر. في البداية يتم وضع الإلكترود الخاص بالجهاز في عينة سائل الحفر المراد قياس الـ pH الخاصة بها، ومن ثم ننتظر فترة زمنية معينة، وذلك لتثبت القراءة الخاصة بسائل الحفر، ومن ثم نقوم بتسجيل قراءة الـ pH. بتكرار التجربة عدة مرات وأخذ متوسط هذه القراءات للحصول على نتائج دقيقة. نأتي الآن إلى المناقشات الخاصة بقياس الـ pH level، بمعنى القيمة التي تحصلنا عليها كيف يمكن تفسيرها. قيمة الـ pH level تعتمد اعتمادا كبيرا على تركيز أيون الهيدروجين الموجود في سائل الحفر، وخصوصا الـ Water Based Mud. وبالتالي يمكن استنتاج بعض النقاط من التجارب التي يمكن إجراءها. كالتالي يعتبر قياس قيمة الـ pH في الهندسة النفطية من أهم القياسات، وذلك خصوصا أثناء عملية دوران سائل الحفر من السطح إلى أسفل البئر، ومن ثم عودته من أسفل البئر إلى السطح. أيضا فإن تأثير الذوبانية الخاص بسائل الحفر يعتبر مهم، لهذا يجب قياس الـ pH level، وذلك لمنع حدوث عملية التآكل. بالإضافة إلى أن درجة الحرارة يجب أن تكون 25 درجة مئوية، وذلك للحصول على قراءات دقيقة. وأثناء القيام بعملية القراءات يجب الانتظار قليلا قبل أخذ القراءة، وذلك لأن قيمة الـ pH تحتاج لوقت قصير وذلك ليتم قياسها. وبعدها القيام بعملية القياس يجب تنظيف الإلكترود جيدا قبل استعمالها مرة أخرى. وبالنسبة لعينة سائل الحفر التي سوف يتم قياس الـ pH الخاص بها، يجب تخليطها جيدا قبل القيام بعملية القياس، وذلك لمحاكاة عملية السيركوليشن الخاصة بسائل الحفر في أسفل البئر. نأتي الآن إلى فيديو توضيحي يوضح كيفية إجراء هذه القراءات.
وهكذا نصل إلى نهاية محاضرتنا اليوم. شكرا لكم حسن استماعكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. شكرا لكم حسن استماعكم، ونلتقي في الكورسات التالية بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.